يا كمورة ما تعززليش خالص. خلاص حاضر. طيب عايز الأستاذ العظيم أبو بكر يشرفنا على المسرح، والأستاذ اللي مش عظيم تركي يتشرفنا على المسرح، والأستاذ اللي مش أستاذ بندر يشرفنا على المسرح، والصوت الوحش قوي اللي ما بحبوش خالص نصر الجريري يفصلنا على المسرح. والأستاذ فيصل يشرفنا على المسرح. ازيكم؟ قبل ما اقول النتائج يعني ناصر، توقعاتك هتبقى في الذهبي ولا في الفضي ولا في البرونزي؟ ايه ده يعني افهم ايه عشان اقول لا اله الا الله؟ ايه ده؟ رجعها الاول بعيد عن شواربك. ممكن ادعكوا لبيه. ايه توقعاتك؟ توقعاتي ذهبية ان شاء الله بعيد عن شواربك. شنو؟ تركي اهلا. ما اقدرش اقول بعيد عن شواربك ابدا. شواربك شواربك كبيرة ما شاء الله. توقعاتك تبي الصدق ولا اخوك؟ عمو. الاول زيه. على الزرافه دي مش هتاخد حد الاكيد. ابو بكر مرحبا. توقعاتك الاول تقريبا؟ نعم. مش كثيره يعني؟ والله اللي يجي من الله حياه الله ان شاء الله. فيصل الذهبيه ان شاء الله. الذهبيه ان شاء الله. يلا هنشوف. هنبدا او حبدا بأول برونزي هياخد معانا 500 نقطة، الأستاذ القدير صاحب الصوت الجميل. إيه بصيتوا لبعض ليه؟ صاحب الصوت الشاجي. يبقى إيه صوتك مش شاجي يا ناصر؟ لا أنا مش شقي، أنا شاجي. إحنا عندنا مصر بنقول شاجي. ما أنا وأنا أعدل بس. ايه صاحب الصوت العظيم بندر العمري. ما في يا مطيري. جبت العيد مره ثانيه. بندر المطيري. برونزية 500 نقطة يا بندر. شكرا شكرا. تستاهل. على الطيب. هنحول من البرونزية على الفضية. والفضية أخذها شخص بحبه جدا وقدم حاجة كويسة ويستاهل 750 نقطة، وهو الشخص ده طوله 195 ووزنه 185. ايه تضحكوا ليه؟ محدش عارف مين؟ مين اللي فيكم طوله 195؟ ابو بكر. ابو بكر يا حبيبي مبروك ال 750 نقطة. الله يبارك فيك. تستاهل يا ابو بكر. تستاهل الطيب. شرفنا ومنورنا يا ابو بكر حبيبي. هنرجع للبرونزية مرة تانية. والبرونزية بتبص على الساعة ليه؟ والبرونزية أخدها واحد ما بحبش أشوفه وما بطقش صوته ومش عايز أشوفه ويا رب ما يتأهل للبرنامج الشتوي وما نشوفوش في بداية خالص، ناصر الجريني. 500 نقطة يا ناصر، دي كتير عليك قوي، بس أعمل إيه؟ كم؟ 500 نقطة. 500؟ آه، وأنت عايز زيادة؟ أحسب إنه تقول برونزية كم؟ إي صح.
دلوقتي ايه؟ انا جبت التايهة ولا ايه؟ هنروح كنت بفكر في قد الذهبية لمين؟ كلكم مبدعين والله ومتألقين وأساتذة وبحبكم جدا صراحة. موضوع تركي كان موضوع جدا شيق وجميل، وموضوع فيصل كمان تعلق وأبدع وعامل لي السبكة والسكبة دي. المركز الأول أو الذهبي آسف، يعني الشخص الذهبي اللي دايما ذهبي فيصل. كلهم بس فيصل صحيح. كلنا واحد. توترتوا؟ ما توترتوش؟ ما توترتوش؟ ايش واحد فيكم فضي والتاني ذهبي مش ذهبي؟ المركز اللي اخذ على 1000 نقطة الأستاذ القدير فيصل الشهراني. ثلاثة اثنين ده انتوا اوفر قوي عم. ايه ده؟ شكرا يا فيصل. مبروك من هذا المكان. من هذا المكان حاب اول شيء اشكر الوالد والوالده على الدافع المعنوي الكبير. انا اطلع من هذا المكان احصل منهم ملاحظتين صوتيه من الوالد ومن الوالده، والله يطول بعمارهم. واسال الله يا من والده ووالدته باقي على وجه الارض ان الله يطول بعمارهم. واسال الله يا من فقد ابوه وامه ان الله يجعل لقاهم في الجنه اجمل، ولا زال البر متواصل معك حتى تموت انت. فحاب اشكرهم من هذا المكان. الشكر الثاني موصول لفريق دعم فيصل، هو اساس النجاح بعد الله سبحانه وبعد والدي. وشكر شكر شكر للكل. شكرا 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 يا فيصل، شكرا يعطيك العافيه. علي العمري سهل الطيب ومحمد العواد ومحمد الدرعاني ونادر واحمد الاكلوبي. هو نادر مين؟ هو نادر ماجد بن نادر. اسمه ماجد. ما انا بسميك على اسم ابوك. اسمه ماجد. شكلكوا حلو قوي حبيبي والله. ما اعرفش اديكوا الفضيه ولا اديكوا الذهبيه. والله انا اشوف انك تعطينا الذهبيه او يجي منك برونزيه. تعطينا الذهبيه يا كبوره وتخلينا نروح. ما تستاهلوش والله. والله؟ ايه الوقفه دي؟ هو انتوا هتعملوا عرضه؟ ايه ده؟ هو انتوا هتاخدوا فريق كوره؟ اضحكوا على الزبده. اعطيني ذهبيه. مش حلو مش حلو مش حلو. يا نادر يا ماجد اتفضل يا كموره. ايه توقعاتك؟ الاول يا كموره. الاول؟ بعيد عن شواربي؟ هو مفيش شوارب اصلا. لا 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 انا اعتذر يا اخوان، انا اعتذر انا اعتذر يا اخوان، انا اعتذر على الانسان. كموره ساعت علي والله قوية والله. ما تنفرهاش يرجع مكانك بقى. الاستاذ علي العمري هلا. توقعاتك؟ التوقعات غير والتمني غير. ايه التوقع والتمني؟ بطل فلسفه بقى. ايه التوقع والتمني؟ توقع الاول والتمني الاول.
فيلسوف مش هتاكل لا دي ولا دي. احمد الاكلوبي يا عيونه يا اكلوبي يا اكلوبي عيون الحول. ايه الحول دي؟ ترجمه لي ترجمه لي. ايه الحول دي؟ الحول يعني السنه الجايه. الحول 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 السنه الجايه ان شاء الله. يلا يا احمد توقعاتك يا احمد. اللي يجي من الله حياه الله. الاول يا احمد ما اقدرش اقول لك حياه الله سكتني. محمد العواد بسم الله سعدي ازعجتنا بصوتك الفخم و وعامل لنا كده. هذا 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 طلع فيه فلوس. وش الفلوس انا صوتي بطلع فيه فلوس؟ لا والله انا مشغول فيه. انا باخد راتب دلوقتي وصوتي كده. سمي باخد راتب دلوقتي وصوتي كده. والله ما اسمعك. والله توقعاتك يا محمد باذن الله انا ما دون الذهبيه شيء باذن العزيز الحكيم. ايش اسم اللي جنبك ده؟ هذا هذا الاستاذ. الاستاذ محمد معلش. شو كلامك؟ معلش يا استاذ محمد. توقعاتك يا محمد الاول ان شاء الله ولا يا عم انت اوفر قوي. احس اني استاهل يا شباب صح؟ هنبدا الاعلان دلوقتي بالمركز الذهبي وهنبدا من فوق 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 خالص. الحاصل على 1000 نقطة مع انه ما يستاهلهاش وما يستحقش حتى نقطة بس مجبور اديله النقطة دي لانه فرض نفسه وابدع وتألق الاستاذ علي العمري. يا محبي بالتجدد والتسلسل والتودد في الحكاية وتعدد على طول احلى حكاية مع بداية لا تفكروا للتنافس لا تعكروا احذر احذر لا تمكن مرضون احنا حكاية ما نشعر نروح فيها الا نجل مشاهديها نجل من نفس عليها مرضون احنا حكاية مرضون احنا حكاية. طبعا يا كمورة تسمحيني اقول حاجة؟ تفضل. اهدي هذا الفوز لوالدي ووالدتي والاهل علي وربع علي وكل من يحب علي ويدعم علي. شكرا لكم من القلب. مبروك مبروك يا علي. واقف ليه؟ ما تمشي. مش همشي. ما تمشي. ما امشي. ما تمشي. اقول لك امشي. احمد مش عاوزني امشي. يا كلوبي مش هديلك حاجة. بما ان احنا وزعنا الالف نقطة وراحت خلاص يبقى الذهبي مش هيبقى ليه مكان دلوقتي هيبقى الفضي والبرونزي. وهنعلن بالبرونزي اولا واللي هو شخص جميل جدا ربنا اداله كل حاجة الا حاجة واحدة الشنب يعني مش قد كده يعني. الاستاذ نادر ماجد بن نادر. تعال يا ماجد. زعلان يا كمورة زعلان. ايه اللي مزعلك؟ ها؟ ايه اللي مزعلك؟ امزح ما انا ما عنديش شنب. انا عالم من تنمر في القرية هذه. مفيش مشكلة هتتعود. مفيش مشكلة. يلا شكرا. مبروك يا 500 نقطة. الله يبارك فيك يا كمورة. ما فيش ذهبي تاني. وش؟ سمعتي يا كموره ولا نعيد الكلام؟ سمعت ايه؟ يقول ما فيش ذهبي تاني ولا خلاص؟ ما تلوهاش بقى. ليه ما فيش ذهبي تاني يا اخي ما يصير على الابداع. البرونزي التاني ولا الفضي؟ هنروح الفضي هنروح الفضي يلا. الفضي شخص ممتاز وكويس مع اني انا يعني ما حبيتش اي حاجه حقا. ايه ده؟ معلش معلش اسف معلش. ايه ده؟ ايه التلبكه دي؟ المركز الفضي و750 نقطه راحت لمحمد الدرعاني. استاهل 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 استاه
يا احمد العلم وش يا احمد؟ ان شاء الله الهديات كلها ان شاء الله كان في هديه يا 750 كموره الله قادر على كل شيء يا كموره عطنا الهديه يا كموره بفكر يا كموره الله قادر على كل شيء يا كموره عطنا من الهديه من عاوزين فضي ثاني يا كموره فضي ثاني يشيشني وانا افكر في الذهبيه دي يا ت يا رح اسلم انا تقول يقول النجم لولا موقعه فوق ما بان وانطاح دك الجبال الرواسي يعني بقى ما هان وانطاح ما هان يعني تساوي بالوزن والقياسي اقول قول يا الله اعطيتينا ذهبيه وانا ما اعطيتينا ان شاء الله انا ماخذينها معلش يعني القصيده دي ما عجبتنيش يا احمد يا كلوبي عيوني سمعني حاجه بالله يقول يا طلع عطا من كافاني بلا عطا ويمن بمكان خاله لاش وانت ولا كوفو ولا بخالك لاش صح لسانك صح لسانك يا احمد الاكلوبي صح تحب الغزل كموره خلاص والله بعد هذه قويه والله والله قويه احمد واحد منكم كله ضديه يا كموره بداية لا تفكروا للتنافس لا تعكر واحذر احذر لا تنكر ماراثون احلى حكاية كنت متوقع ياسر بقيم اللي بيطلع صراحة ما كنت متوقع الشيء هذا يوم شفت إن ياسر طلع صراحة إن أحزن الشيء هذا ولا كنت إن متوقع إنه هو اللي بيطلع صراحة لأن إنسان ما شاء الله تبارك الله كاريزما أخلاق محترم محبوب عند الجميع وعسى التوفيق فانا وفارس يمكن هذه فرصة ما تيسرت له ولعل في ذلك خير له يا رب العالمين والله شوف حن صح انصدمنا في سالفة التوقعات وان الواحد يصوت وزي كذا لكن ياسر والله مبدع ويعني يملك مهارات كثير ومواهب كثير اول شيء اسال الله له التوفيق وين ما راح وابد يعني ربي ما كتب له انه يكمل هنا لكن كتب له الخير برا فاسال الله له التوفيق ان شاء الله والله يعوض يا رب طبعا ياسر البقمي والله ما توقعت انه بيطلع كنت اتوقع ان الخروج حولي وحولي ولكن الله يعوضه باللي يطيب منها والله اني حزنت عليه شوي الله الأخ ياسر قدم شيء ممتاز ولكن انصدمت في خروجه للأمانة ما أدري كيف أقول لك أنا ذاك الوقت وقت البرايم انصدمت بشكل فظيع ما قلت واحد ولمه إنه يطلع ياسر ولكن مقدر مكتوب اللي جاء الأخ ياسر وأسأل الله أن الله يعوضه خير من هذا القناة بإذن الله والله ما توقعت أن ياسر بيطلع لأنه هو روح القرية ومعطينا جو وراعي قصيد وسواله فأسأل الله يوفقه ويعوضه إن شاء الله باللي يطيب منها بإذن الله صدق ما توقعت ياسر ياسر عنده شيء كثير كان بيقدمه لكن لعل الخيرة في اللي اختاره الله إن شاء الله أنها تكون بداية انطلاقة له الشخص باختصار شديد اللي أبدع وتألق على المسرح واستاهل الذهبية واللي حيكون زميله الثاني أخذ الفضية أو أخذ البرونزية عفوا اللي هي 500 نقطة دقيقة والذهبية 1000 نقطة مبروك للشخص الذهبي واللي دايما ذهبي الأستاذ
محمد العود. يا عيال يا سلطان يا خليني اشوف انا ايش خذيت. تقول عندك كلمه؟ لا لا دقيقه خليني اشوف ايش خذيت. احمد ايش اخذ؟ لا انت برونزيه قاعده كمون برونزيه ولا ايش اسمه فضيه؟ ايام از ايام از كموره يستاهل عسل كموره ما راح. انت ايه انت ايه؟ اقول ايام از كموره. اضحك والله يحب لك الدنيا مصالح. كموره فضيه ولا برونزيه ولا ذهبيه؟ لبيتي بلمنه كموره. الاستاذ احمد الاكلوبي اخذ برونزيه. استاهل الخير مو الخير قبل. بس تعال ارجع 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 والله مش حسد نفسك. مبروك يا احمد الاكروبي. ذهبيه حافظ القران استاذ ذهبيه. تكفي لا تنصري اصبر يا طول عمرك. الرجال حافظ القران. رب 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 يا احمد الاكروبي مش حتصير في خاطرك لانك انسان مبدع وحتاخذ ال1000 نقطه والذهبيه. واخوياي المطاليق استاهل استاهل كل شكر استاهل والله بيض وجهك يا رب استاهل. انا كلمه لعبد كموره اوجه لك اشد تحياتي واعجابي وشكري وعرفاني. بعد ما قلت لك كلمه لا انت كموره. اولا اشكر صراحه الوالد والوالده ولولا الله ثم هم كان ما وصلت في دعائهم الى هالمكان هذا اولا. ثانيا اشكر فريق الدعم وكل من يشجع محمد العواد واشكر اخوياي واشكر الله الحمد كل من صراحه وقف معي في بداياتي لين وصلت الى المكان الجميل. شكرا لك. والله تستاهل احمد طيب يا قلبي. شكرا 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 على الحلقه المختلفه. يعطيكم العافيه. في العشره الثانيين ان شاء الله حيكونوا في الحلقه القادمه وحنختمها بفصل غنائي بصوتي. وعايز تفعلوا وتقولوا ما شاء الله. لا لا دقيقه الله طبطبه طبطبه كموره.